الإذاعات متاع أسامة دراجي، زكريا العبيدي، بن عثمان، كيف كيف بيت الحكم الأحكام فيها، ولا فما إمكانية ينقص الأحكام؟ النزاعات هذوكم باش تتم التسوية معهم، وقاعدة ثم توا معناها قاعدة محادثات معهم باش يتم تسوية الملفات هذيك. خاطر لها خاطر اللوبتيك، شنو هي اللوبتيك اللي راهو ما نزيدوش نثقلوا، معناها نثقلوا الميزان نتاع النزاعات بنزاعات جديدة، هذيك الاوبتيك. جوستومون هو الحاجات اللي هما فيكم العباد قاعدة تطلب برشا في هيئة اليونس، من الحاجات انكم عملتوا ديون جديدة مع الهيئة هذه، كيما شباب اطلس خنيفرة، كيما اللي خلصوا الجمهور المسحقات نتاع باسيرو، واليو فيوف فلوسه هو وفلوس الكيب نتاعو، اليوم العبيد الدراجي، ذوما عملتهم هيئة اليونس معناها. وقاعدة الهيئة نتاع اليونس قاعدة تخلص معناها، ثم كما تحكي لها لولي ذيوف، ولي ذيوف معناها وصلنا مع الحل الأمياب، القاعدة بارتي بتيت بارتي تخص معناها الأجون نتاعو، تخص الأجون نتاعو هذاك هو معناها. تفهمتوا معاه وباش هو قدم شكوى ولا مازال؟ لا لا، إلى لاكت دو ريزيليسيون معاه، يعني إلى لاكت أون أتيستاسيون اللي هو معناها موافق على الريزيليسيون نتاعو. خذيتوها الواقعية معناها ما فماش حتى إشكالية معاه؟ الإشكالية هاني قلت لك قاعدة في مبلغ يخص معناها لجون بتاعه، ما يخصوش هو كوالي ذوف كلاعب. فهمت؟ أما بالنسبة للاعبين قاعدين يحاولوا معناها كل ملف على حداء أن نتصلوا باللاعب، يا خويا أنت إيش تحبها، ومعناها إمكانياتنا إحنا شنو، ونخلصوك هكا، وحتى خلاص جزئي باش ما نزيدوش نثقلوا معناها الميزان، ما تزيدش تثقال معناها الحسبة، تزيدش تكبر الحسب. موافقين هما هو والبقيت ثم اللي يوافقوا، ثم اللي ما يوافقوش، ثم اللي لازمك تعاود تحكي معاه. شكون اللي عطى موافقته؟ باش نجاوبك توا هذيك معناها انا ما توا ما وصلت ليش معناها الموافقات النهائيه نتاعهم، ما توا نمدك بها والنادي باش يعلن عليها. راهو عندنا معناها نوفيل اوبتيك زاده، معناها كل حاجه راهو باش يوقع الاعلان عليها دوري نافون، ما عاد ثم حاجه باش تخرب. الأسبوع المنقضي تم البت نهائيا في موضوع ست نقاط نتاع النادي الإفريقي، تبعتوها القضية مع الفيفا ولا لا؟ هذيك معناها البت نهائيا في موضوع ست نقاط، احنا لتوا راهو ما وصلنا حتى شيء على البت نتاعها. فهمت؟ معناها كنادي إفريقي كمراسلة رسمية من عند الفيفا ما وصلنا حتى حاجة. نجم حتى نوريك توا الميل. فهمت. نوريك حتى الميل لبواد دو ريسبسيون اللي هي خط الفيفا تاع برميل، لا احنا وصلنا ولا محامي النادي وصل. معناها مازالت فما امكانيه قائمه تاع استرجاع النقاط هذه. لا كوميسيون ديتيك لتوا مازالت ما بعثت لنا حتى شيء فيما يخص الملف هذاك. لكن عندكم علم اكيد خذيت ديسيزيون ولا ما خذيتش؟ راهو انا كي نجاوبك حاجه رسميه. اما هذيا معناها علم وغير علم وكلام معناها ما نجاوبكش عليها. يتاش تكون امور اجرائيه نتاع بعثين الديسيزيون تاعهم. لا راهو كل شيء في الاجراءات، احنا ما ضرنا كالاجراءات. تبعوا فين انتم الموضوع، فما شكون اللي يهبيه الحكايه هذه؟ الاستاذ العابد اللي هو معناها مكلف بالملفات نتاع النادي كمحامي. معناها فما امكانيه مازالت انه تسترجع النقاط هذه؟ اذا مازال ما خلطش شيء ديما ثم الامكانيه. بالنسبه للاموال اللي دفعت خاطر هي العلم خلصت مرتين كما إذا خلاص الدين مرتين هذاك راهو معناها موضوع قانوني بحت، معناها نجموا نطالبوا باسترجاعهم. ما زلت ما طالبتوش معناها سيدة؟ لا ما لازمك معناها حتى لين يتسكر الملف نهائيا وتاخذ فيه انت حقك، كان تحكم فايدتك طالب باسترجاع الاموال اللي انت دفعتها دوبلومون، اذا ما تم الحكم ضدك ماكش باش نجم تطالب. معناها سي لا بروسيدور، سي لا بروسيدور اللي تحكم راهو في الاخر. فهمتك، معناها ما عندكش فكره اسكو عندك فكره الاموال دفعت مرتين معناها؟ لا انا راهو معناها ريت توا كي يبدا قدامي التقرير المالي وكيفاش خرجت الفلوس وقتها توا نجيبك، اما الوثائق تقدمت راهو نتاع التحويل البنكي التحويل البنكي، اما هو لعلمك تقول لك انا ما وصلني شيء، كيفاش بتجاوبها؟ خاطر هو لو اللي صار هو ريال مون اللي صار شنو هو راهو اجراءات بنكيه، اجراءات بنكيه معناها سي لا كونفورميتي نتاع لو فيرمون. الفيرمون احنا نقولوا وصل، هما يقولوا ما وصل، احنا نقولوا تبعث، هما يقولوا ما تبعثش، البنك تجاوبك تقول لك راهو تبلوكا، فهمت؟ يا مشاكك